خسارة. مش الحلم بيقول اه ستة بس ستة بس ستة بس. لا يا يبقى جيرسي انا اللي عندي اللي عندي اتنين. يعني انا رئيسية دلوقتي؟ اه مش عارف هو بيقول لي انا شايفك ماشي. كريم احمد بيقول لك انتوا واخدينك انت هوا دلوقتي. خلاص انا كده معايا صوره جيرسي ماشي. ما خلاص صحيح انا هوا. لا ما سيبنيش محمد علي لكن بيلمها تاني سيسه. هل هيخش ويجيب؟ يا سلام على الفولو لكن تألق تألق من سيسه وتألق ايضا من محمد علي بينجح في صد الرمية الجزائية. احمد الاحمر اليحيى الدرع لاحمد وتنزيله على الدايرة لكن بيخش ابراهيم المصري بكفاءة عالية وبيطلعها وبيطلعها شغال شغال. نادي الزمالك بيلعب على يمنا والنادي الاهلي بيلعب على شمالنا بلبسه الاحمر طبعا والزمالك بلبسه الابيض. في وسط الملعب يحيى الدرع بيلعب الزمالك بطريقه 3-3 والاهلي بطريقه المعهوده 6-0 6-0. تبادل في المراكز في المنطقه الخلفيه الاحمر للدرع لبكار اللي بيعمل فاول عكسي معاه حكم القاء حسام معتمد بيصفر على طول. ترجع الاسلام اسلام للبدراوي اسلام مره ثانيه بياخد فاول سريع لكن الحكم رجعه يلعب الكوره من مطرحها. طبعا كلام سليم. حكام لقاء النهارده طبعا احنا بنفكر حضراتكم بيه حسام معتمد وعلاء حسن امام حكام دوليين والمراقب هاني سعيد ومعاه ايضا علاء يوسف. تعرف المنطقه الخلفيه للنادي الاهلي واسلام بيشوط لكن بتيجي في البلوك بياخدها لكن معاه بدراوي معاه بدراوي بيعمل 1 2 1 2 بتنتهي من ليلى بكار اللي بيحرز بها الهدف الثامن. بتلعبت بسرعه بتلعبت بسرعه سيسا سيسا بيحاول يعدي لكن قصاده رقم 18 من الزمالك ميدو احمد ميدو. ترجع مره ثانيه في وسط الملعب اسلام اسلام بايفوت النادي الاهلي ويا سلام يا سلام على التسديده الرائعه من من عمر اللي بيشوط لكن بيتألق حارس مرمى نادي الزمالك وبتطلع تبقى رميه مرمى نادي الزمالك. لعبت الناحيه الثانيه بسرعه احمد الاحمر في اليمين في وسط الملعب لخليل على يمين على شماله للدرع يحيى الدرع. طبعا كل دول لاعبه منتخبنا المصري الكبار سواء لعيبه النادي الاهلي او لعيبه نادي الزمالك. مباراة هتبقى جدال لان المباراه مباراه كبيره وما فيهاش ما فيهاش تعادل. طبعا النتيجه ممكن تطلع تعادل لكن ما فيهاش تعادل لكن النهارده كل الفرقتين الاهلي طبعا والزمالك جايين بيلعبوا على المكسب ما فيش حل تاني لان النتائج كلها متقاربه 12 مباراه 12 مباراه هزيمه واحده لكل فريقين والفارق في النقاط في الاهداف لصالح الاهلي. لكن اللائحه بتقول لو في تعادل. اسلام بيحاول يخش لكن 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 زي ما حضراتكم شايفين الحكم بيقول له قوم ما تتكلمش انت داخل واخد 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 تحت فرصه. يلا يا اسلام. اسلام طبعا هو البايفوت بتاع النادي الاهلي والمحرك الاساسي لفريق النادي الاهلي. باهر البدراوي في نص الملعب بيعمل تغيير مع اسلام على شماله. ترجع له مره ثانيه لاسلام اسلام للجزائري. يا سلام بيحاول ينزلها للسنتر فيرود السنتر فيرود عبد الرحمن. محمد جمال عفوا محمد جمال سيسا كاستيلو مره ثانيه كاستيلو مره ثانيه. يا سلام يا سلام لونج باص لكن بتتقطع وبتطلع خارج الملعب. ترجع مره ثانيه ترجع مره ثانيه وتسديده رائعه بعنوانها داخل الشباك في مرمى محمد علي اللي تألق من الخمس دقائق الاخيره وبيرد عليه نادي الزمالك لكن هدف رائع للنادي الاهلي بيسجله وعشان يعلي النتيجه الى 4 اهداف للنادي الاهلي ويسجل الزمالك دلوقتي هدف كمان يبقى 9-4.
التحضير في المنطقة الخلفية للنادي الأهلي. تحضير بطيء، يبقى في معنى كده ان في شغل هيتعمل. بيحاول يعدي، ويا سلام على التنزيله على الدايره لجمال، بيخش جمال وبيسجل بيها الهدف الخامس للنادي الاهلي. ما نزلتش الساعه لغايه دلوقتي اللي فعلا نزلت اهي، وداخل بكر ومعاه. يا سلام عليك يا ولد، يا سلام. طبعا كل التمنيات الطيبه للطيار اللي بيغيب عن لقاء النهارده لاسباب مرضيه. يا سلام يا حميد، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد. بيصد زي ما محمد علي هنا صد برضه، بيقول احنا هنا صحيح صغيرين في السن لكن هيكون لنا شأن، هيكون لنا شأن، وهنعوض غياب الطيار باذن الله. عبد الرحمن طه حارس مرمى النادي الاهلي. لوكا في وسط الملعب على شماله للدرع، وبالعرض لاحمد الاحمر، بالعرض لاحمد الاحمر مره ثانيه، وتحضير لكن بتطلع الكره خارج الملعب. هتلاقيها بسرعه، هيلعبها بسرعه، وقف على كورته البدراوي وراحت على طول. هنشوف سيسا هنا هيعمل ايه. دخل، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، يا سيسا، يا سيسا، يا سيسا، يا سيسا. هايل يا ولد، دخل من زاويه ضيقه، استلم الكره بصعوبه ولم جسمه وكنترول على جسمه بصعوبه ايضا، لكن قدر يخش ويحط الكره لوب من فوق دماغ محمد علي. هدف رائع من لعيب واعد ان شاء الله. تعديل الهجوم في في في, ما ما في نادي الزمالك. احمد الاحمر نجم كبير طبعا، نجم مصر ونجم الزمالك ونجم افريقيا، له تاريخه الكبير طبعا زيه زي اسلام حسن. والمصري بالظبط بيعدي لكن بيلف معاه الدرع بخبره، عايز يعني بصراحه كده يخلي ابراهيم يغلط وياخد فيها دقيقتين، لكن ابراهيم رفع ايده في الوقت المناسب. برافو يا مصري، برافو يا ابراهيم. الدرع بيشوط شوطه قويه، شوطه قويه على شمال عبد الرحمن ليسجل منها الهدف ال11 لنادي الزمالك. وهنا بيرد عليه على طول محسن رمضان الباك اليمين للنادي الاهلي، وبيخش وبيسجل بشماله على يمين محمد علي. شوطه جميله، صد ما تتصدش ابدا، لان محمد علي كان في وضع ما يصعب عليه صد الكره دي، لكن برافو عليك محسن رمضان. تحضير بطيء دايما في النص خلف النادي الزمالك. تحضير طبعا حاجات بيعملوها بيوضبوها مع بعض، لكن دفاع الاهلي متراس 6-0 تماما تماما. وداخل وبيعدي رقم 20 لوكا. عدى. لا يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد. تمريرات في المنطقه الخلفيه، بيظبط مره ثانيه طارق محروس مدرب النادي الاهلي، بيظبط الهجوم. نزل رقم 10 عبد الرحمن، رقم 80 عفوا محمد جمال. وهنا في دفعه خلف، دفعه من الخلف فعلا من علي هشام نصر. علي هشام نصر خد فاول، وفي وسط الملعب رقم 92. ما زلنا في الدقيقة 20 أعزائي المشاهدين، وادي هدف، وادي هدف. يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد. بيسجل هدف رائع في الدقيقة 20 عشان تبقى النتيجة فارق 4-8-12 لصالح الزمالك. على لوكا للأحمر، بس طلع له، طلع له أسامة بن أسامة، أسامة طلع وقف، وقف الهجمة كلها فعلا على على لأحمد الأحمر لداخل، لكن داخل مع المصري وبمنتهى الهدوء بيوقفه وبياخد فاول أحمد الأحمر. على مرة ثانية
طلع له المصري بيوقفه بيخليه يرجع كوره ورا، واشاره اللعب السلبي اترفعت. لكن احمد الاحمر بيحاول يعدي من وسط اثنين اسامه ورقم 20 في النادي الاهلي. عدى من وسطيه ومن اسامه ودخل وسجل هدف وقعت من ايده على طول، ارتدت وبكار على طول بياخدها وبيسجل. بكار بياخد الكوره وبيسجل الهدف ال 14 عشان تبقى النتيجه 8 النادي الاهلي 14 نادي الزمالك. في تخاذل في الهجوم والدفاع في الهجمتين اللي فاتوا دول، تخاذل من لعيبه النادي الاهلي. اسامه مره ثانيه، اسامه بن المولدي الجزائري الجنسيه، وتبادل مراكز، بيحاول يعدي لكن طلع عليه على طول احمد حسام بيوقفه. في تحرك اهو من سيسه هنا، راح على العارضه الثانيه، هنشوف هيعمل ايه. وداخل لكن بياخد فاول عبد الرحمن علي بياخد فاول. وادي حكم اللقاء طبعا، لان الكره اللي فاتت كان اللعيبه وقعت على الارض، فلازم تجفيف الارضيه لانها بتسبب مشاكل جامه للاعبين. على اي حال الصاله طبعا احنا بنلعب في صاله الدكتور حسن مصطفى، الرجل الاول في كره اليد في العالم ومصر. والنادي الاهلي طبعا هو احد ابناء النادي الاهلي، اللي العمل شغل في النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي كفيل بتخليد اسمه وذكراه بمثل هذه الصاله. شده ثانيه هنا وفيها اكيد انذار او دقيقتين، وبالفعل انذار دقيقتين ل 24 في الزمالك. خالد وليد بياخد دقيقتين، هيلعب الفاول احمد عادل سنتر فرود. خد اشاره على حسن امام حكم الدولي وحكم اللقاء، وتنزيله على الدايره جميله لاسامه، تنزيله جميله فعلا بياخدها ويلمها وبيخش وبيشوط وبيسجل الهدف التاسع عشان يقلل عدد الاهداف مره ثانيه الى 5 اهداف. 9 النادي الاهلي 14 نادي الزمالك، وما زلنا بنلعب في الدقيقه اخر الدقيقه 23 من احداث الشوط الاول. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي الكرام، وسط الملعب مصطفى خليل، على فكره من احد لعيب النادي الاهلي مصطفى خليل واحمد حسام ميدو ومصطفى بشير، الثلاثه انتقلوا اخيرا الى نادي الزمالك، لكن ناشئين النادي الاهلي وبيعملوا شغل جامد قوي مع نادي الزمالك النهارده. وادي اخر هدف لمصطفى خليل، يعني دخله قويه قوي ملهاش لازمه، كان لازم يطلع الكره بره رقم 10 في النادي الاهلي. عبد الرحمن علي بياخدها مره ثانيه، طالع عبد الرحمن وبينزلها على النوادي، جميله عبد الرحمن ينزلها على الدائره رقم 80 احمد عادل اللي بيسجل الهدف العاشر للنادي الاهلي. اللعب طبعا محتاج زي ما احنا شايفين لعب من الخارج وتسقيط على الدايره، لان لعيبه الزمالك بيجيدوا 6-0 تماما، وطبعا اجاده كامله. ايضا النادي الاهلي بيجيد الدفاع 6-0، قائده طارق محروس ومعاه محمد عادل وايضا محمد يحيى، تذكير دائما بالطرق الدفاعيه. عدى وسام لكن خارج المرمى بلا عنوان. بالفعل حميد بيطلع كره على طول رقم 5 في النادي الاهلي، هل هينزل؟ لا والله شاط، وحظه انها تتصد وتخبط في القائم اليمين لمرمى محمد علي وتخش، تبقى الهدف ال 11 للنادي الاهلي عن طريق محسن رمضان. طلب على طول هنا الكابتن حسين زكي وقت مستقطع للنادي الزمالك، وده الاول في هذا الشوط، الاول في هذا الشوط وقت مستقطع لاعاده الحسابات، لان طبعا الكرة اليد بتعتمد على القوة والسرعة والإصارة، ودي من ضمن إصارتها إن لما تيجي الأهداف بتزيد عليك، يجي هدف 2-3 ورا بعض لازم يكون ليا وقفة كمدرب. ونرجع تاني للملعب،
بعد دقيقه يكون غير كله، يعني طارق محروس اهو هناك الناحيه الثانيه مع النادي الاهلي بيتكلم، وطبعا التايم اوت بتاع نادي الزمالك هنا ايضا الكابتن حسين زكي بيتكلم بيصلح بيدي معلومه جديده، بيدي حاجه هنعملها في الوقت المتبقي. انتهى الوقت المستقطع وهترجع الكره تبقى رميت ارسال لنادي الزمالك. طبعا حضراتكم سامعين الاشاره وثم اشاره ثانيه. الوقت المستقطع مدته دقيقه كامله، عباره عن 50 دقيقه بيخرج فيها اللعيبه بيتكلموا مع مدربهم واقفين جوه الملعب، مش فيش مشكله. المهم في ال 50 دقيقه بتطلع الاشاره دي، تطلع الاشاره بعدها كل اللعيبه تخش مكان الملعب. في خلال ال 10 ثواني او بعد انتهاء ال 10 ثواني اللي هي كامله الدقيقه بيطلق الحكم صافره اعاده المباراه مره ثانيه. الدرع للاحمر اللي بيطلع بره بيحاول يفتح لنفسه اللعب، يرجعها لمصطفى خليل برضه بيفتح لنفسه ويرجعها للدرع، طلع عليه على طول على طول بمنتهى القوه، لكن بدون اذا هنا هنشوف القرار ايه. انا اتعاطف مع قرار الحكم لان لاعب الزمالك فعلا تقريبا كان بيتزحلق احمد الاحمر في الكوره اللي فاتت دي، فعشان كده ايد لاعب الاهلي وصلت لغايه رقبته، انما لو في العادي كان بقى فيها قرار تاني على طول. صدى جميله من عبد الرحمن، وادي المصري بيغير طبعا باستمرار مع اسامه او مع بيغير مع احمد عادل، سنتر فيرود مع سنتر هاف الاثنين بيغيروا، لكن انا شايف اسلام حسن بقى له اكتر من 7-8 دقايق مش موجود في الملعب. وتسديده والعرضه يا سلام على حظك يا عبد يا محمد يا علي يا حارس مرمى نادي الزمالك، بتخبط بيحاول يصدها، تخبط في ايده تخبط في العرضه اليمين وتمشي خارج المرمى، تبقى رميه مرمى لصالح نادي الزمالك. ده دخلنا في الدقيقه 27، اربع دقايق تفصلنا عن نهايه الشوط الاول اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي. اكرم لمحمد خليل للاحمر بالعرض والدرع بيحاول يطلع، لكن هل يا سلام على حظك يا سلام على حظك. محمد رمضان كان وقع في الدايره بعد التسديده اللي شطها الدرع، تخبط بيصدها عبد الرحمن وتخرج من عنده تخبط فيه وهو جوه الدايره، عشان كده اتحسبت رميه حره لصالح نادي الزمالك. الدرع بينزل لوسام لكن يفشل وسام في استلامها ويطلع على طول هجمه مرتده، اسامه ماشي بالكوره وبالعرض هنا طبعا عمل اربعه عبد الرحمن علي، لكن معاها كان في دفع قبل منها، لذلك حكم على ادى الحدث الاول في هذه اللقطه. مره ثانيه ومعدي وهدف جميل، هدف جميل ورائع، يا سلام يا ولد، هدف جميل ورائع بيسجله أسامة بن المولدي الجزائري الجنسية ولاعب النادي الأهلي حاليا من السنة الماضية، وبيسجل بها الهدف ال 12 في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول. الدرع مرة تانية بيحاول يمشي بالعرض لكن وصل لغاية أسامة، مش كتير قوي وخبط فعلا في أسامة اللي وقع على الأرض. سلامات يا أسامة، سلامات، لسه عامل جون جميل، لسه عامل جون جميل. ويحيى الدرع يعني طبعا أكيد لا يقصد هذا إطلاقا، ما فيش لعيب في الملعب من الفرقتين سواء من النادي الأهلي أو النادي الزمالك ما بيحترمش اللعيب اللي قصاده، حتى لو في بعض الكورة اللي فيها دفع شوية أو قوة شوية. هنا لان طبعا الحكم اوقف المباراه فلازم يطلع اسامه. ثلاث هجمات، هل اشار للترابيزه ان الثلاث هجمات؟ نزل مكان اسامه نعمان ابن بورسعيد، وانتقل من بورسعيد الى الاسكندريه لعب في سبورتنج ورجع من سبورتنج على النادي الاهلي، من الشباب الصاعد الواعد ان شاء الله اللي هيستفيد به النادي الاهلي في السنوات القادمة. اتلعبت الفاول ان شاء الله اسامة يبقى كويس.
مصطفى خليل في وسط الملعب لوليد للدرع، هل هيطلع وشوط؟ لا، رجعها لمصطفى اللي بيشوط لكن بيصدها بيحاول ياخدها، لكن فعلا الكرة كانت ما زالت جوه الدايرة. اتحسبت فاول على وليد، وبترجع تبقى كرة مع النادي الاهلي مرة تانية. الاهلي بينظم صفوفه من جديد وبيوزع معمان من اليمين للشمال، محسن رمضان لمعمان، لنعمان، لعبد الرحمن، لمحسن اللي بينزلها على الدايره، لكن تتقطع وتبقى هجمه مرتده لنادي الزمالك، انما دفاع النادي الاهلي رجع. هل هيعدي ويشوط؟ لا، ما عداش الدرع، وقف على كورته ورجعها لمصطفى خليل. مصطفى خليل بيدي كده يحق للحكام انها ترفع اشاره اللعب السلبي. انا شايفهم فعلا بيبصوا لبعض. ملعب على يمينه لاحمد الاحمر، وقدام لوليد لمصطفى للدرع اللي بيفتح لنفسه عشان يطلع ويشوط، ما طلعش وشاط. معاه نعمان، وقفوا نعمان، واشاره اللعب السلبي اترفعت، وفاضل 25 ثانيه. واحمد الاحمر احنا عارفين اللعب السلبي، شاط على طول، اتصدت ورجعت وراحت لوحده ولوحده مع بكر صحيح، لكن لوحده بيخش وبيسجل عبد الرحمن علي سيد الهدف ال13 للنادي الاهلي. ترجع مره ثانيه الكوره مع نادي الزمالك، 15 ثانيه تفصلنا عن نهايه الشوط. واحمد الاحمر بيحاول يخش في هجمه من هجماته المعروفه، لكن دفاع النادي الاهلي بقياده نعمان وسيسا قدروا يوقفوا. احمد الاحمر مره ثانيه، هل هيشوط؟ شاط وتصدت، ويا سلام ترجع لاكرم، يا سلام على الحظ، ترجع لاكرم في زاويه ضيقه جدا بعد ما تالق عليها عبد الرحمن وصدها، لكن حظ اكرم سيد يخش تجي له الكره ويخش لوحده ويسجل الهدف ال16. اذا اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، ينتهي الشوط الاول في مباراه القمه في الاثاره والمتعه والقوه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهائي وختام الدوري المحترفين بنتيجة 13 الأهلي 16 الزمالك. ولن نلتقي مع حضراتكم في الشوط الثاني، لكم مني أجمل تحياتي معلقكم حسين توفيق. في كرة السلة، في جميع الكرات، وخاصة طبعا المحبوبة كرة القدم، والأسطورة العظيم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. بيمثل النهاردة النادي الأهلي في هذا اللقاء عبد الرحمن طه ومصطفى احمد عبد الغني وعمر ياسين، عمرو ياسين، محسن رمضان، عبد العزيز ايهاب، اسلام حسن، عبد الرحمن فيصل، باهر البدراوي، محمد جمال، ابراهيم المصري، نعمان، احمد هشام، سيسا، احمد عادل، محمود محمد، اسامه بن المولدي، كاستيلو، عمر خالد، ومعاهم طبعا الجهاز الفني والاداري بقياده الكابتن طارق محروس والكابتن هاني حسن عباس الاداري الدولي العام، ومعاه كابتن محمد يحيى المدرب، وكابتن محمد صلاح مدرب محي صلاح مدرب حراس المرمى، وكابتن محمد ابراهيم للعلاج الطبيعي، رئيس البعثه طبعا كابتن ياسر الرملي. بيمثل الزمالك ايضا النهارده محمد علي وفلفل، محمود محمد، اكرم يسري، مصطفى خليل، مصطفى بشير، علي هشام، مؤمن صفا، احمد مؤمن صفا، مازن رضا، ميدو، لوكا، خالد وليد، وسام نوار، بكار، يحيى الدرع، حازم ممدوح، والكابتن احمد الاحمر، معاهم الجهاز الفني والاداري بقياده الكابتن حسين زكي، والكابتن حسن يسري، والكابتن ابو بكر صلاح الدين، والكابتن جمال شعبان. انتهى الشوط الاول لصالح الزمالك واول هجمه للنادي الاهلي. ويا سلام عليك يا ولد، يا سلام عليك يا ولد، بيخش بيتنزل له كوره جميله، اسامه بتنزل له كوره جميله جدا بيستلمها، لكن كان معاه في بعض المناوشات، اتحسبت له رميه جزائيه، واتلعبت بسرعه، رقم 19، المهم بيحرز الهدف رقم 14 للنادي الاهلي في الدقيقه الاولى من احداث الشوط الثاني. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، النادي الاهلي دلوقتي بيلعب على يمنا، بيلعب بطريقه 6-0 متقدمه نوعا ما على خط ال 9 متر، والزمالك بيلعب بطريقه 3-3 في الهجوم. يحيى الدرع هيحاول يخش وشاط بالفعل، ونجح انه يخش ويسجل الهدف رقم
17. الهدف رقم 17. طبعا هنا شفنا علاء حسن اعاد رميه الارسال عشان سيسا كان عدى نص الملعب من غير قبل صفاره الحكم. تسديده قويه لكن بيصدها محمد علي وبترجع تاني يحيى الدرع على يمينه لميدو وعلى شماله لمصطفى. ميدو ومصطفى احد اولاد النادي الاهلي اللي تربوا وترعرعوا في النادي الاهلي ثم انتقلوا الى نادي الزمالك. ايضا الدرع النادي هليوبلس ثم انتقل لنادي الزمالك عن طريق اوروبا. هجمه مرتده سريعه جميله بيحرزها السنتر فورورد رقم 80 احمد عادل بيسجل بها الهدف ال 15. اذا 15 النادي الاهلي 17 نادي الزمالك. والدقيقه الثالثه من احداث الشوط الثاني اللي هنشهد فيه لحظات مثيره وممتعه زي طبعا ما اتعودنا في كره اليد باستمرار الاثاره والمتعه في كل الاوقات. بكار خرج من مكانه لحسام اللي بيحاول يعدي لكن الدفاع وقفه بدراوي وأسامة. مرة ثانية بيعمل دريبلاية درع وبيمشي على مهله في عدم وجود أحمد الأحمر لمصطفى خليل لقائد الملعب دلوقتي الدرع لكن في إشارة لعب السلبي اترفعت. هل هيشوط مصطفى خليل؟ رجعها مرة ثانية للدرع. طب بيطلع معاه عادي كويس قوي. بيطلع معاه عادل عبد الرحمن علي فيصل بيطلع معاه كويس قوي بيوقفه بيعطل الهجمه تماما وبتفضل الهجمه زي ما هي. خالد للدرع اللي هيطلع ويشوط لكن عملها بالعرض وتسديده في البلوك وترجع وتبقى هجمه مرتده. سيسي هيكمل لوحده ويكمل وشوط ويسجل هدف ال 16 للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي يبقى 16 ونادي الزمالك 17 والدقيقة الخامسة من أحداث الشوط الأول. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، طبعا مجهود كبير من فريق النادي الأهلي في الشوط الثاني إنه من فرق 3 أهداف إلى فرق هدف. إن شاء الله يعوض ويزيد. نزل أحمد الأحمر مرة ثانية طبعا بيعتمد عليه الجهاز الاداري لنادي الزمالك. محمد خليل للدرع على يمينه الاحمر بيطلع له الدفاع سيسا واسامه وعملها احمد الاحمر وحش. هل هيلحقها؟ لحقها لكن مع على طول معاه اثاره اللعب السلبي. اسامه وتسديده قويه لكن بتتصدي النبادي. يا سلام يا ولد. وهل سيسا هيكمل لكن مزنوق ومعاها دفعه من احمد الاحمر قائد النادي الزمالك ودقيقتين ورمي الجزاء. اذا احمد الاحمر بيتحسب عليه رميه جزائيه وايقاف لمده دقيقتين. وشفنا التهليل والفرحه من لاعبي النادي الاهلي لان طبعا الملعب لما ينقص دقيقتين وكمان بينقص باحمد الاحمر تفرق كتير قوي. هنشوف مين اللي هيلعب الرميه الجزائيه. رقم 19 في النادي الاهلي. رقم 19 وداخل حطها جميله قوي. عمر سامي رقم 19 بيسجل الهدف ال 17 وهدف التعادل. عمر سامي من رميه جزائيه حطها جميله الحقيقه خدع بيها حارس مرمى نادي الزمالك فلفل وقدر يسجل بها هدف التعادل. اذا التعادل في الدقيقه 6 من الشوط الثاني. هدوء نسبي في نادي الزمالك طبعا بيلعب ناقص لكن اللعيبه في الملعب كامله. ليه؟ لان الزمالك بيلعب خالي المرمى. من ضمن التعديلات الجديده هنشوف اكرم دخل وشاط وسجلها وجاب الهدف ال 18 لنادي الزمالك.
18 نادي الزمالك 17 نادي الاهلي. يلا يا اسامه بايفوت النادي الاهلي النهارده على شماله لفيصل، ويا سلام على الكره الجميله، هات وخد واحد اثنين على طول في الجون قبل ما محمد علي يفكر في حاجه، كان جايب هدف التعادل. يبقى التعادل المره الثانيه، التعادل للمره الثانيه. طبعا الشوط ده بخبرتي بيقول ان هيبقى شوط يعني مش طبيعي، طبعا ده هو هيبقى 30 دقيقه، هي 30 دقيقه، لكن هيبقى طويل قوي على كل الموجودين في الملعب، لان هيبقى فيه تعادلات وقصر تعادل ويعلى هدف وينزل تاني وهكذا. حسام ميدو بيخش وبيشوط لكن خارج الملعب، خارج الملعب. عبد الرحمن طه، عبد الرحمن طه بيطلع كرته بسرعه توصل لرقم 10 فيصل باك الشمال لاسامه، اسامه بينزل على دائره جميله لكن اتقطعت قطعها خالد وبكر على طول بيعدي، لكن يا سلام على العين بقى لما اكون صاحيه. برافو، قدر يقطع الكوره رقم 5 في النادي الاهلي محسن رمضان وبدون اي مشاكل مع لاعب نادي الزمالك مع بكر. ايضا بكر كان احد لاعبي النادي الاهلي قبل جزيره النادي الاهلي ثم خارج مصر ثم نادي الزمالك. لعيبه كلها على مستوى عالي سواء في النادي الاهلي او في النادي الزمالك. سيسا في وسط الملعب لاسامه، اسامه لفيصل، فيصل بدا يحط رجليه تمام في الملعب الحقيقه، ولونج باص وجميل 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 لرقم 19. يا سلام عليك يا سلام عليك، تالي اهدافه في الشوط الثاني بمنتهى الدقه والاتقان، بياخد لونج باص من فيصل بيخش وبيسجل الهدف ال 19 ويبقى التقدم الاول للنادي الاول في هذا اللقاء. التقدم للنادي الاهلي في هذا اللقاء 19 18 والدقيقة 9 اعزائي المشاهدين. بيحاول يعدي الدحية ولكن نزلها على الدايرة لخالد، خالد وليد. بيسجل بها هدف التعادل خالد وليد. التعادل الثالث 17-17 و18-18 و19-19، لكن اللعيبة في فريق النادي الاهلي وقفت على رجلها. سيسا بيلم بياخده بيعمل ويف وبيعدي وتنزيل على الدائره اتقطع الثاني، لكن سيسا مش سايبه لكن هنا في فاول، الفاول لما نشوفه هنلاقي ان في انذار لطارق كمان محروس، انذار. هي طبعا الكرة كان في مشكلة عند الدايرة لكن الكرة عدت، ولما مسكها سيسا الحكام رجعوا الكرة مرة تانية إلى الحدث الأول، وقام على طول مراقب المباراة هاني سعيد وفكري وتامر فكري وهدوا لاعيبة بدلاء النادي الأهلي والكابتن طارق محروس. وطبعا بدأنا اللقاء مرة تانية. أحمد الأحمر في اليمين، الدرع في النص وعلى شماله مصطفى خليل، ويا سلام يا احمد في غفله من الدفاع شاط. يلا يا مصري، المصري لسيسا لوحده وبيسجل التعادل. اذا 20 الزمالك ثم يرد عليه النادي الاهلي بسيسا المتقلق احمد هشام. وهنا برضه هنشوف تامر فكري مراقب المباراه بيند ايضا لحكام اللقاء على حسن، وتقريبا بيتكلم على الكابتن حسين زكي بيقول حاجه وبيدي انذار لاحد اللاعبين مش واضح، تقريبا للوكا، يمكن تقريبا للوكا في الملعب محمد علاء. المباراه اصبحت ساخنه زي ما قلت لحضراتكم عشان نبتدي نوصل لمرحله المتعه والاثاره، السخنيه المتعه والاثاره وراها دائما وابدا. طارق محروس قام بيفكر وسيسا قاد ان يفعلها.
كاد ان يفعل، لكن علاء حسن امام حكم اللقاء، حكمنا الدولي طبعا مع زميله حسام معتمد، اعتبر ان دي اندفاع من سيسا على جسم احمد الاحمر واداله ايقاف لمده دقيقتين، يبقى سيسا هياخد ايقاف لمده دقيقتين. يبقى النادي الاهلي هيلعب ناقص لمده دقيقتين، والزمالك هيلعب كامل لمده الدقيقتين اللي سيسا فيهم خارج الملعب. الدرع بيرجعها للاحمر اللي بيحاول يخش ويعدي بمهاره طبعا عاليه، لكن الدفاع الاهلاوي المحترم فيصل واسامه بيوقفوه بمنتهى القوه وبدون اي اذى، فعلا لعيبه محترمه. هيطلع وشوت احمد، لكن عملها بالعرض، واللي يعملها بالعرض اجمل عبد الرحمن طه. وشفتوا حضراتكم، شفتوا كل اللي موجودين في الصاله، صحيح مش كتير، لكن لعيبه النادي الاهلي واهمهم اسلام حسن عيسى اللي محروم منه النادي الاهلي في الشوط الثاني، بيشجع عبد الرحمن طه وبيقول له برافو عليك يا ولد، صد كوره جميله. النادي الاهلي هيعمل نفس الكوره، المرمى الخالي، يبقى سبع لعيبه في الملعب. ست لعيبه في الملعب عشان سيسا خارج وحارس المرمى بره، يبقى كده العدد مظبوط. واشاره اللعب السلبي طلعت، اسامه بيعمل دريبل وبينوز، يا سلام على التنزيله وعلى البنالتي، يا سلام يا ولد. اسامه مع احمد عادل الحقيقه امسك الخشب، عاملين جيم محترم جدا 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 جدا. هيشوط الرميه الجزائيه احمد، ومنتظر احمد وطلب، يا سلام يا عمر سامي بيسجل الرميه الجزائيه ويسجل معاه الهدف رقم 21 للنادي الاهلي في الدقيقه 12 من احداث الشوط الثاني. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي الفضائيه، تنزيل على الدائره الاكرم يسري ودخل من زاويه ضيقه، لكن هو ده مكانه الحقيقه، لا لوم على عبد الرحمن طه، عمل اللي عليه، لكن اكرم من اللعيبه الممتازين في هذا المكان الحقيقه. اذا 21 النادي الاهلي، 21 نادي الزمالك، والتعادل الخامس او السادس في هذا اللقاء. بدأت التعادلات عادة تقريبا في الشوط الثاني من دقيقة 5 في الشوط الثاني. تمريرات في المنطقة الخلفية توصل لرقم 10 فيصل وتسديدة، لكن فيها زقة ودفعة على محسن رمضان الباك اليمين للنادي الاهلي، بياخد على اثرها فاول. ولونج باص جميل لاحمد، يا عمر، يا سلام يا عمر يا سامي. عمر سامي زي ما قلنا على اكرم عامل جيم كويس، عمر سامي عامل الشوط الثاني الحقيقه فوق الوصف. برافو يا ولد. 22 النادي الاهلي، 21 نادي الزمالك، دي 14 من احداث الشوط الثاني. تمريرات في المنطقه الخلفيه لنادي الزمالك وبيلعب بهدوء، ودفاع النادي الاهلي ما بيتحركش من 6-0 بسهوله. احمد الاحمر بينزل على الدايره لخالد، يا سلام يا احمد، مش خالد، يا احمد. 22 الزمالك، 22 الاهلي. بيخرج ابراهيم المصري طبعا المدافع الاول في مصر والنادي الاهلي، اللي الحقيقه الاعلام ما ادوش حقه في بطوله العالم الاخيره، انما ظهر طبعا في ماتش الدنمارك اللي خد فيه الكارت الاحمر في اخر ثواني، ودي طبعا اشاره على انه حامل حمى، وحامل حمى قد يخطا في المباراه، ولو كل المعذره طبعا. تسديده ضعيفه من اسامه، بيطلعها محمد علي هيخش اكرم، يا سلام، لازم سيسا يقفل على اكرم اكتر من كده، علشان خاطر اكرم لعيب كبير وبيخش من الزاويه ديت وعارف يعمل ايه، فلازم
سيسا ما يتسبش من المكان ده بسهوله. 23 الزمالك زي ما قلت لحضرتك، كل مباراه هتطلع وتنزل طوال الفتره اللي فاتت من 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 الدقيقه الخامسه لغايه الدقيقه 30. اتقطعت وبكر لوحده، بكر لوحده بيعدي وبيسجل، وبيسجل الهدف رقم 24 لنادي الزمالك. ومعاه طبعا طارق محروس على طول، طارق محروس على طول بياخد التايم اوت بتاعه، لان كورتين ورا بعض بيقعوا من لعيبه النادي الاهلي لابد ان يكون لها علاج. لكن بص ابراهيم المصري بقى في وسط الملعب بيعمل ايه؟ راح للعيب اللي غلط وزيسا ورقم 80 احمد عادل وبيقول له ما تزعلش ان شاء الله هنعوض تايم اوت ان شاء الله. هو في العلاج للاخطاء اللي بتحصل في هذا اللقاء او هو عموما يعني، لان الاتحاد الدولي لما اصدر قرار التايم اوت للفريق كان يعني الحقيقه كان قرار صائب جدا، قرار صائب جدا، بيريح اللعيبه وبيريح الحكام وبيريح كل الدنيا، بيخلي اللعيبه تاخد تعمل استرش روتيشن في الذهن وغير الروتيشن اللي جوه الملعب طبعا، وبينبههم المدرب بتاعهم لحاجات كتير قوي قوي قوي. رجعنا هنرجع مره ثانيه، وزي ما قلت لحضراتكم ان الدقيقه مش كامله، دقيقه 50 ثانيه ثم بعد العشر ثواني انا شايف اسلام حسن رجع تاني الملعب. طبعا اسلام حسب اعتزاله اللعب الدولي، انا بتكلمش على السن بالنسبه لاسلام، انا بتكلم على خبراته. اسلام من الخبرات العاليه العاليه جدا، واللي لازم النادي الاهلي والمنتخب ومنتخب مصر يستفيد بخبراته فعلا. اسلام في وسط الملعب بيفوت النادي الاهلي على يمينه لاسامه بين المولدي، بين المولدي طلع عمر تاني من بره، عمر سامي وتسديده يا سلام على الحظ، لكن راميه جزائيه لصالح سيسا داخل معاه بمنتهى القوه خالد وليد. بعد الكوره ما جت في العارضه زي ما حضراتكم شفتوا ورجعت تاني، عمل عليها فولو جميل قوي، فولو جميل قوي 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 من سيسا زي ما قلت هنا. خلي بالك برضو، برافو عليك يا سيسا، عملت مجهود كويس وقدرت تجيب رميه جزائيه لصالح النادي الاهلي. هيشوطها طبعا المتخصص عمر سامي، نزل له فلفل في تبديل مع محمد عبد المطلب، محمد علي، عمر سامي وفلفل، عمر سامي وفلفل، عمر سامي وفلفل، عمر سامي وفلفل، وبينجح فلفل. هي دي قمة الإثارة زي ما قلت لحضراتكم، المتعة والإثارة. كرة زي دي كانت تفرق، بدل فارق هدفين كان ممكن يبقى لها فارق هدف واحد، لكن باقي من الأحداث نص الوقت تقريبا 14 دقيقة، وما زال الفارق 22 للنادي الأهلي 24 للنادي الزمالك، والكرة مع نادي الزمالك. عفوا، احمد الاحمر هينزلها على الدايره زي ما هم متفقين في الشوط ده، وقطع حسيسي وطلع الاسلام، طلع الاسلام، ويا سلام يا اسلام، الخبره والعقل بيخش ويعدي ويشوف الجون فين ويحطها في الناحيه العكسيه لحارس المرمى محمد علي اللي فعلا فعلا متالق النهارده بشكل ملحوظ، بشكل ملحوظ. لكن اسلام لعيب كبير لسه بنتكلم عليه من شويه، اسلام حسن عيسى من الناس اللي اتربت في اسكندريه في فكوس ورجعت النادي الاهلي، عمل اربع خطوات، اربع خطوات، ويا سلام على الحكمين، صفيره واحده في بقرار واحد، والسيسا ويشوط، سيسا احمد هشام سيسا بيحط هدف رائع رائع، ويبقى هدف التعادل للنادي الاهلي. وهنا في اعتقد مصطفى خليل وقع على الارض، ويا سلام على الروح الرياضيه، مين اللي بيعالجه؟ طه عبد الرحمن، طه حارس مرمى النادي الاهلي، منتظر الدكتور النادي الزمالك ينزل يعالجه ان شاء الله سليمه. واندفع ويمكن اندفاعه في الهجمه الاخيره دي ما خلاش حسب خطواته مظبوط، لذلك نتمنى ان نكون على خير يعني. نزلوا المسعفين ان شاء الله هيقوم
سلامات سلامات لعيب من اللعيبه المحترمه ايضا مصطفى خليل. يا سلام على التعاون والادب والاخلاق. مين اللي شايله؟ لعيب النادي الاهلي هي اللي هتطلعه بره. ومين اللي رايح له؟ بصوا في الصوره هنلاقي طارق معروس راح يطمئن عليه. يعني الادب والاخلاق اهم من اي حاجه في الدنيا، اهم من الرياضه، اهم من الفلوس، اهم من اي حاجه في الدنيا. برافو لعيبه النادي الاهلي وبرافو طه، بدات انت مرحله علاجه في الاول. طبعا كده مش هيخش ثلاث هجمات، مش هيخش ثلاث هجمات حسب اللائحه والقانون بتاع الاتحاد الدولي، ودي هتبقى اول هجمه للنادي الزمالك واول هجمه ليه هو شخصيا مصطفى خليل. تعديلات طبعا اللي قام بها الاتحاد الدولي بقياده الدكتور حسن مصطفى احد ابناء النادي الاهلي وصاحب هذه الصاله، مش صاحبها للاونر يعني، لا اسم الصاله باسمه مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى اللي عمل مجهودات كبيره وضخمه لاحياء الهاندبول في كل ارجاء العالم. الحقيقه نرجع مره ثانيه للقاء وللمباراه. هدوء نسبي في نادي الزمالك، وسام نوار قدامه لوكا، والدفاع 6-0 للنادي الاهلي. هنا في تغيير في الدفاع في النادي الاهلي، هنشوف هنا القرار ايه، هنشوف القرار ايه. سيسا دقيقتين، ودي الثانيه ليك يا احمد، يا احمد يا هشام، دي الثانيه ليك، ولسه فاضل 13 دقيقه. يبقى النادي الاهلي هيلعب ناقص دقيقتين. الكره اللي فاتت كان في لخمه كده واستغلها، لكن الحكم طبعا حسام معتمد حكم دولي كبير وليه وضعه، ورقم واحد هو علاء حسن في مصر النهارده، واللي دائما بيختاروا في بطولات افريقيا وبطولات العالم. كل التوفيق ليهم طبعا. بيلعب الزمالك تاني على نفس اللعبه، لكن يعني التغيير اللي حصل ان جه رقم 9 اسلام حسن هو اللي راح دافع عليه، خلاه زن عليه مظبوط من غير ما يلمسه، خلاه شاط في القائم الشمال لمرمى طه عبد الرحمن طه. هيلعب النادي الاهلي بناقص بخالي المرمى. طبعا دي برضه في اللائحه وليها شروط وليها حاجات كتير قوي، بس وقتها نقولها لانها هتاخد وقت كبير. نزل رقم 7 عبد العزيز ايهاب، عبد العزيز ايهاب ل 80 احمد عادل. روتيشن بيحصل في الملعب لاسامه، اسامه لاحمد عادل، بتقع منه على طول اسامه، اسلام بيطلع بياخدها، ويا سلام على التسديده الرائعه من مين؟ من محسن رمضان. هي دي بقى اللي كنت هقولها لحضراتكم، لو تمت يعني كان لسه طه ما رجعش الملعب، ما رجعش الملعب، واحمد الاحمر طبعا خد رميه الارسال وبخبره عاليه شاط، لكن بحظ طه بتطلع خارج المرمى عشان تظل النتيجه النادي الاهلي 25 ونادي الزمالك 24. وبنلعب في الدقيقه 19 من احداث الشوط الثاني. اعزائي مشاهدي كره اليد في كل مكان ومشاهدي قناه النادي الاهلي الفضائيه، في وسط الملعب اسامه بيلعب بايفوت دلوقتي هو واسلام، وبيغير. انا شايف اسلام بيقول له بدل او اعمل الروتيشن المعتاد. طلع له سنتر فورورد محمد احمد عادل. اسلام على حاله هيعمل ايه؟ نزلها على الدايره لكن وقعت من ايد احمد عادل، وبيحاول يطلع فاست بريك لكن الدفاع وقفه. توصل لصفا اللي بيشوط لكن يتالق طه، يا طه يا طه يا طه يا طه، يا سلام يا ولد عبد الرحمن طه المتالق شال كوره في وقت صعب جدا جدا جدا. الدقيقه 20 واحمد مؤمن بيخش وبيشوط لوحده في شبه انفراد كامل، لكن بيصدها عبد الرحمن، وبترجع تبقى هجمه اهلاويه مع اسلام عيسى قائد النادي الاهلي. اسلام لعادل، احمد عادل، وكره بالعرض لكن كان هيقطعها اكرم يسري، لكن بترجع خارج الملعب، خارج الملعب اسامه، وشط وجون، وشط وجون، وينتزع اسامه اهات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عشان يجيب الهدف رقم 26 للنادي الاهلي، وتبقى النتيجه 26-24 والدقيقه 20 انتهت، وبدانا الدقيقه 21.
عمل كرة جميلة، خدعة خادعة ماكرة زي ما حضرتك شايف. قول وأنا بزود. علاء بيشوط أيضا، لكن يا عبد الرحمن، عبد الرحمن يا سلام، وبيرفع إيده، لكن خد الكرة الأول يا عبد الرحمن واعمل اللي أنت عايزه بعد كده. 10 على 10 عبد الرحمن، 10 على 10 بلا مبالغة. يا سلام يا ولد، ربنا معاك وربنا يحميك. مش عايز تبقى فيه، يعني مش عايز اقول عينينا وحشة عليك، ان شاء الله تكمل المباراة سليمة وجميلة، واحنا طبعا بنذيع من قناة النادي الاهلي، يبقى قلبا وقالبا مع النادي الاهلي. وتسديدة قوية سيسا، لا لا ما اجدهاش النبادي، بس هو في اكرم طبعا ما سابهوش يشوط براحته، وهو ده المطلوب من المدافع طبعا. لكن سيسا احمد الاحمر عموما للدرع، بيحاول يعدي، بيحاول يعدي، رجعها لاحمد الاحمر، احمد الاحمر بيحاول يخش من وسط اثنين، بيخش من وسط اسلام واسامه، اسامه المولدي أو ستة 26 النادي الاهلي، 24 نادي الزمالك، وبنلعب في الدقيقه 22 نصها. بكار بيخش ويعدي، ياي كره خادعه ماكره، يعني مشيت ازاي الحقيقه مش عارف، لكن هو عملها بكار كويس، وخدعت عبد الرحمن طه. هل معنى كده انه يبقى وحش؟ لا طبعا، اللعيب بيغلط وبيكسب ويضيع بلينات ويجيب بلينات وهكذا، هي دي الرياضه، هي دي النجوميه، هي دي الاصاله، هي دي المتعه. كره ما يعني مش عارف اقولها ايه، لكن دخلت الجون عشان تبقى خمسة، الجون الهدف رقم 25 لنادي الزمالك. معاها يا سلام، يا سلام عليك يا ولد محسن رمضان، لكن دخل اكتر من اللازم فالدفاع وقفه. اسلام لمحسن، لعادل، توصل لأسامة من اسلام، من محسن، ويا سلام على الكورة، يا سلام على الكورة قوية صاروخية في العارضة، وترجع لدفاعات نادي الزمالك. احمد الاحمر الدرع، الدرع، الزمالك بيقف على كورته كتير في تحضير الهجمة. هل ده مسموح؟ طبعا طالما الحكام لم ترفع اشارة اللعب السلبي اذا مسموح. لوكا بيلعب في وسط الملعب، بيطلع له بكار بياخدها منه بالفعل، للاحمر للدرع من بره، هل هيشوط ولا هينزل على الدايره؟ لا رجعها للاحمر، رجعها للاحمر، والاحمر بيحاول يخش ويشوط وياخد رميه جزائيه لصالح نادي الزمالك، لصالح نادي الزمالك. يعني هيشوطها احمد الاحمر، يبقى الخبره وطه الجديد، وطه الصاعد الواعد، طه والاحمر، احمر طه، احمر طه، بيسجل احمد الاحمر هدف التعادل في الدقيقه 24. بذكر حضراتكم ان المباراه دي يجوز انها تنتهي على التعادل، لكن التعادل في غير صالح النادي الاهلي وغير صالح ايضا نادي الزمالك، لان اللائحه بتقول اذا تعادل الفريقان في النقاط تقام مباراه فاصله. فمعنى كده لو ما خلصناش النهارده مباراة النهاردة يبقى هنعمل مباراة فاصلة مرة تانية. بيعدي عمر سامي وبينزلها على الدايرة. هنشوف الكرة دي قرار ايه؟ رمية حرة على النادي الاهلي احتسبها حكم اللقاء على حسام معتمد، وايضا معاه ايقاف لمده دقيقتين لاحمد عادل، وهو بيعمل اشاره انه بيزقه بايده للخلف. طبعا حضراتكم شايفين كل حاجه، انا يعني مره ثانيه الكوره مع نادي الزمالك، ونذكركم النتيجه 26-26 والدقيقه 25. النادي الاهلي بيلعب ناقص لاعب، لوكا للدرع اللي بيحاول يعمل هجوم لاحمد الاحمر، ينجح عبد الرحمن، ينجح عبد الرحمن طه، ويا سلام على الخبره.
طب ليه المصري ما طلعش الكوره؟ طب وليه ما استفدش؟ انا عندي فيه لاعب ناقص. هيخش اسلام لوحده، هيخش اسلام اللي وقف على كورته ايضا ورجعها للمصري اللي بينتظر التغيير، لان طبعا المصري دوره مش في الهجوم، دوره في الدفاع باستمرار سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر، رجل عملاق في الدفاع بالفعل. اسلام حسن لفيصل في وسط الملعب، بيطلع له رقم 18 محمد جمال اللي بيلعب مكان عادل. هل هيخش؟ ويا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد يا فيصل، دخل ودخل بتقدم طولي وقدر يسجل بيها الهدف رقم 27 للنادي الاهلي، 27 26، وعلى الدايره لكن وقعت منه، والحكم بيرجع الكره فاول لصالح النادي الزمالك. لوكا مره ثانيه بياخد الكره، بيحاول يعدي لوكا وبيخش وبيسجل، بيخش وبيسجل هدف التعادل. سبع قلت لحضراتكم 27 27 والتعادل هيستمر يمكن لنهايه الوقت الاصلي قبل منه مثلا بثواني، لان المباراه على صفيح ساخن فعلا. فاضل 4 دقائق على نهايه الشوط الثاني والمباراه، والنتيجه 27 27، والتعادلات كانت سمه الشوط الاول الشوط الثاني من هذا اللقاء المحترم الجميل المثير. طلع له على طول، وقفه خالد، وقف محسن رمضان. اسلام حسن على شماله لفيصل، وعلى يمينه بيوزع، على يمينه بيوزع، هيعمل ايه؟ وشط وجول. يا سلام يا محسن، الباك الشمال محسن رمضان بياخد الكره الاولى يعديها وياخد الكره الثانيه ويخش وبشمال يحطها على شمال محمد علي. الهدف رقم 28 للنادي الاهلي. تقريبا بكر حتى طارق محروس بيقول له دخلت جوه، قال له لا ما دخلتش، لكن طبعا هو كل واحد اللي هو شايفه بيقوله، لان مش هيعمل الثوره دي طارق محروس، سداح مداح يعني ما اعتقدش. الاحمر اللي علاه بيحاول ينزل، لكن تنزيل البكار، ويا سلام يا سلام، سابه محسن رمضان، دخل بكار باريحيه متكامله بيسجل الهدف رقم 28 لنادي الزمالك في الدقيقه 28 ايضا. في بعض اللعب العنيف على الدايره، نرجو ان ما يستمرش. نزل أسامة، نزل أسامة لإسلام حسن، اتخبطت ايده لكن راحت لإسلام. هل هيعدي إسلام؟ وبيحاول بخبرة، لكن خالد بيوقفه الحقيقة، خالد وليد. وهنا في مراقب المباراة تامر فكري بيوقف المباراة، لأن طبعا الدقيقتين اللي فاضله مش محتاجه اي مناوشات او مناقشات من قبل احد اللي قاعدين خارج الاطار. هو طبعا المفروض داخل الملعب ما يكونش غير المسجل في السكور فقط، والمصورين طبعا المسموح لهم بالدخول داخل الملعب سواء مصور فوتوغرافي او مصور تلفزيوني. بالفعل خرجهم بره الملعب، وطبعا دول عشان يطلعوا المدرج هياخدوا لهم الدقيقتين واحتمال يتحرموا منها. أسامة بيحاول يخش لكن ترجع تسديدة بلا عنوان، دقيقة ونص أسامة بيشوط، لكن الحكم طبعا وراه مباشرة، حكم وراه مباشرة. الزمالك مرة ثانية الكرة معاه، النتيجة التعادل، وفاضل دقيقة وعشر ثواني، فاضل دقيقة وعشر ثواني. الدرع في وسط الملعب للأحمر على اليمين،
لا للوكا، الدفاع الاهلي واقف مظبوط بيحاول يعدي لكن بيطلع ياخدها منه ابراهيم المصري. ابراهيم المصري وسام نوار، وسام نوار لعلاء لوكا للاحمر، واشاره اللعب السلب طلعت. وهنا معاها بيطلب بذكاء حسين زكي الوقت المستقطع لنادي الزمالك الاخير، طبعا الاخير الثالث فرصه طبعا زي ما قلت لحضراتكم التايم اوت لالتقاط الانفاس لاعاده الاخطاء لتصحيح الاخطاء لتوجيه اللاعبين على اللي هيتم في اللحظه في ال 45 دقيقه اللي فاضله، 45 ثانيه اللي فاضله. وادي شايف هنا طارق محروسه بيتكلم وبيساعده في الكلام كباتن الاهلي الكبار ابراهيم المصري ملك الدفاع وركيزه الدفاع، ومعاه طبعا الكابتن اسلام حسن. ايضا الناحيه الثانيه في الزمالك نفس الموضوع. انتهى الوقت المستقطع لنادي الزمالك. هنا كانت اشاره اللعب السلبي مرفوعه. فعلا حسام علاء حسن بينبه زميله احنا رافعينه، فعلا رفعوا اشاره اللعب السلبي. هنشوف فاضل كام لعبه. الدرع للاحمر، الاحمر هيحاول يعدي، خد فاول هيلعب خالد وليد الفاول للاحمر. الاحمر بيحاول يعدي وبيشوط برضه ايده بتيجي في وش سيسا طبعا، اكيد ما يقصدهاش احمد الاحمر رجل الاخلاق العاليه اكيد يعني. تنزيل على الدايره ستة متر، بيعدي لاعب نادي الزمالك من على الدايره. تسقيطه كانت من الدفاع من بره من الخط الخلفي الى الخط الامامي، الكوره بيعدي بيدوس على الخط بكار وبيحسبها علاء حسن بمنتهى الشجاعه طبعا، لان كره زي دي لازم يكون حكم شجاع يحسبها في هذا الوقت. فاضل 20 ثانيه والنتيجه التعادل والكره اصبحت مع النادي الاهلي. طبعا على طول طارق محروس بخبره مع محمد يحيى بخبره وكل الجهاز بتاعه، هاني الدولي ايضا بخبره، كانوا حاطين الكارت على اساس لمجرد الكره ما تتقطع يطلب وقت مستقطع للنادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع و10 ثواني ونعود للقاء مره ثانيه، ريستارت للمباراه. ال 20 ثانيه دي طبعا اللي فاضله عباره عن فدائيه بقى من لاعبي النادي الاهلي وفدائيه ايضا من فريق الزمالك، لان دي الكره دي قد تحسم مصير الدوري في هذا العام 2021 دوري المحترفين. وادي شايف مراقب المباراه كابتن هاني سعيد بيقعد لعيبه النادي الاهلي. طبعا لازم يبتدي المباراه وكل شيء مظبوط. بالفعل اتلعبت رميه المرمى، اسلام لاسامه على يمينه لرمضان محسن رمضان. هل محسن بينزلها ليه؟ هنشوف القرار هنا ايه؟ هل رميه جزائيه ولا انتهى الوقت كده؟ بالفعل هنشوف القرار ايه مع الحكمين. هنشوف طبعا طارق محروس دخل، وبيقول لهم اللي بيطلع لعيبته كلها بره الملعب لان الوقت كده. انا شايف ايضا مراقب المباراه علاء حسن وبيأكدوا ان الوقت انتهى قبل الكره ما تخش، اذا هل هيعلنوا نتيجه اللقاء التعادل 28-28؟ بالفعل اعلنوا نتيجه اللقاء 28-28 وبيطلبوا من جميع الفرقتين كله يروح لمكانه لكن مباراه عظيمه ادها النادي الاهلي الحقيقه في الشوط الثاني بالذات، عمل مجهود رائع
مجهود رائع وقدر يتخلص من فارق الثلاث اهداف لغايه لما هو اللي وصل لثلاث اهداف، والمباراه مشيت سجال. طبعا فرقه كبيره فرقه نادي الزمالك، لكن ولادنا ولاد النادي الاهلي اثبتوا وجودهم واثبتوا جدارتهم، وكان ممكن يكسبوا هذه المباراه لو الكره دي سرعت بعض الشيء وصلت لعيسى لإسلام حسن عيسى، كان وصلته أسرع من كده، كان ممكن يبقى فيها جون وفيها الفوز. على أي حال أنا شخصيا بهني النادي الأهلي على المجهود اللي اتعمل دوت، مجهود رائع، مجهود رائع من لعيبة النادي الأهلي ومن كل الجهاز الفني والإداري، إنه يحول النتيجة من هزيمة ثلاث أهداف في الشوط الثاني إلى إن التعادل 28-28 والتقدم في أحيان كثيرة أثناء اللقاء. إذا انتهت المباراة وانتهى أيضا مراسم تسليم الدرع، وإلى لجنة المسابقات طبعا والكابتن سعيد عبد المنعم وهي اللي هتحدد المباراة القادمة، لأن اللائحة بتقول كده إن المباراة لو انتهت بالتعادل النقاط هي اللي بتحدد المركز، إذا لابد من مباراة فاصلة أخرى على نفس الملعب. وإلى أن نلتقي مع حضراتكم مرة ثانية أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، لكم مني أجمل تحياتي، شكرا معلقكم حسين توفيق.